مخطط ديال الصناعه المغربيه من هنا 2030 هو عند الاسس ديالو في الرساله الملكيه الساميه اللي تشرف بها سيدنا يلقيها بمناسبه اليوم الوطني للصناعه. وهذا العهد الجديد ديال الصناعه المغربيه اللي سطر عليه سيدنا عنده عنوان، العنوان هو السياده. ماشي السياده هي نغلقوا على نفسنا ولا ما نخليوش تبادلات تجاريه مع العالم. السياده هو مفهوم جديد من اجل جعل الصناعه الوطنيه في خدمه المواطن المغربي اولا واخيرا. وشنا هي خدمه المواطن المغربي؟ هو الصناعه لهذا المواطن، المكونات والمنتوجات اللي غيحتاجهم في جوده عاليه بثمن مناسب. وهذا يعني اننا لازم يكون عندنا اسواق اكبر باش يمكننا نوفروا للمواطن المغربي منتوج صنع في المغرب بثمن مناسب. ما هو ايضا خدمه المواطن المغربي؟ هو خلق فرص شغل بكثره. نحن نعاني بقله فرص الشغل في بلادنا، واليوم الصناعه عندها دور ودور قوي من اجل خلق فرص الشغل للمواطن المغربي. هاد فرص الشغل خاصهم حتى هما يتحولوا، حيث المواطن المغربي اليوم عنده كفاءات اللي كتقوى يوما بعد يوم، كيحتاج مناصب شغل من نوع اخر، كيحتاجنا باش نرفعوا القيمه ديال هاد المناصب اللي كنوفروها للمواطن المغربي. لهذا سيدنا سطر الهدف بان الهدف الاساسي ديال العهد الجديد ديال الصناعه هو خلق فرص شغل دائمه للشباب المغربي. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.